السلام عليكم، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. اليوم راح اشرح لكم طريقة كيف تتحكم في نقل الدرم كيت في المفاتيح، يعني تجربهم وتبعدهم. الناس يعني يمكن في ناس يعرفون هالمعلومة، يمكن في ناس ما يعرفون هالمعلومة. كيف الطريقة؟ تروح على منيو رقم 2، تيجي عند ستايل كريتر كأنك بتسجل ايقاع جديد، تعمل اللي هو الانتلايز ستايل، ايقاع جديد يعني للتسجيل. تروح عند ثاني خانة اللي هي ريك شانل، تنتقل هني. قبل ما تدش في الخدمة اللي انا بعلمك اياها، لازم تختار الدرم كيت اللي انت تبغي تتحكم فيه، مثلا عشان اذا دشيت في الخدمة ما تروم تختار الدرم كيت. راح اختار العربي انا، الكيبورد اللي جاي في الكيبورد، الدرم كيت العربي اللي هو هذا. زين، بعد ما تختار الدرام كيت تروح على شيء اسمه، لاحظني معايا، درام سيت اب. شوف هني، جرب. ايوه، درام سيت اب. هاي الخدمه لما تضغط عليها تفتح لك الصفحه هاي. عندك ثلاث كلمات، الكيت والكاتيجوري والانسترومنتس. الكيت معناته درام كيت اللي انت اخترته ما يتغير، خلاص اخترته قبل ما تدش الخدمه. اللعب بيكون على هذيله اللي هو الكاتيجوري والانسترومنتس. الحين لاحظوا هذه اسمها طبلة دوم 2، واللي جنبيها اللي هي طبلة رول. انا ابغي الحين انقل هذه الطبلة تيرميلو الى المفتاح اللي هو بدال الطبلة الرول جنب الدوم. كيف تنقل هاي؟ شو اسمها؟ طبلة تيرمينال. انزين، لاحظني معايا، طبعا هي من نفس الفئة البركيشن، ما يحتاج انك تغير البركيشن. تيجي على طول الكاتيجوري، يعني تيجي على طول عند الانسترومنتس، اسمها شو؟ طبلة تيرمينال. تيجي تضغط هني، بعدين تلف باللفافة، طبلة تيرمينال، طبلة، تدور عليه لغاية ما تلقى نفس الاسم هذه. شوفوا، لاحظ معايا هنا، شوفوا كانت موجودة هني، نقليتها ليل هني. بهاي الطريقة انت تنقل عليك. لكن في حالة اذا اختلف يعني ما بين طبلة وطبلة، مثل الحين هاي، لاحظوا معايا البركيشن، خلي يتغير. هاي شوفوا، تغير الكاتيجوري معاك. شو تسوي في حالة تغير الكاتيجوري؟ يعني تبغي تنقل الحين هذه، تحطه مكان الطبلة التيرمينال، تروح على الكاتيجوري اسمه البركيشن هاي، تروح هني تدور على البركيشن هاي في الكاتيجوري، شوف البركيشن هاي، بعدين تروح تطلع برا، تروح على الانسترومنتس. خلاص انت ضبطت الحين الكاتيجوري، تروح مرة ثانية عنده من اي فئة، اسمها ريج دوم. تيجي هني تدول على الريج دوم، لاحظ ريج دوم، تروح تدور على ليل ما تحصل الريج دوم. شوف، لف تلف تلف، هذا الريج دوم، لاحظ، شوف نقليته من هني الى هني. بهاي الطريقة انت تتحكم في الـ كيف انك تبعد الايقاعات على حسب ما تبى، او تضمهم على حسب ما تبى، على سهولة تركيب الايقاع. بس في ملاحظة، هاي الايقاعات لما تركبها هني ما تقدر تسيفها في اليوزر انك تستخدمها مرة ثانية. هذه الطريقة فقط يوم انت تسجل الايقاعات، يعني احنا نضبط، تسوي الاكزت، ترجع صفحة الايقاعات هني، تعمل الريكورد على حسب انت ما ضبط. مثلا بهاي الطريقة بس، لكن مجرد ما تطلع هذا كله يمتحي. هاي المعلومة جديدة، وإن شاء الله أنها تنال إعجابكم، وإلى اللقاء مع إن شاء الله معلومة ثانية.